أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الإطلالة عليكم. أود أن أشكركم شكر جزيل على ما قمتم به من دعم ونصرة لعائلتي في المظلمة التي حاقت بي، والحمد لله العائلة تمكنت من الخروج والذهاب إلى بنتي لأنسوها، والحمد لله اللي هم الآن زاد عادوا إلى تونس بسلام، لأن احنا لا مكان لنا في الإقامة إلا تونس، وعشنا ونعيش في تونس ونحيا في تونس ونموت في تونس بإذن الله تعالى. وأنا شخصيا من الآن أقول لكم أني سأعود إلى تونس قريبا، وسأجاب هذه المنظومة الظالمة التي صنعت في تونس واعتدت على الكثيرين بما فيهم أنا. ونحب في البداية أيضا نوجه تحية لصديقي أخويا سي صافي سعيد ونقول له الحمد لله على سلامتك، وانا اعرف انك تعرضت الى كثير من الظلم في تونس، كنت محامي في كثير من الملفات، وهو ما دفعك كرجل الان مفكر وكاتب ورجل زاد كبير في السن ان تغادر تونس، لانك فعلا يئست من منظومه العداله في تونس. ولكن رجعت والحمد لله على رجوعك، وان شاء الله نتقابل قريبا في تونس منتصرين وغير مظلومين. وبهذه المناسبة أيضا نحب نقول اللي الحاجة الوحيدة التي أفلحنا في تونس في المدة الأخيرة في صناعتها وباقتدار الحقيقة، ونظام استطاع أنها ينجح فيها بقدرة عالية وخبرة عالية، هي صناعة الظلم. ما نجح صناعة أخرى نجحت في تونس، وما هناش نجاح آخر إلا هذا النجاح وهذه الآلة التي خلقت الرعب والظلم في أنفس التونسيين والتونسيات. وهك علاش انا قلت منذ سنتين مش من الان، قلت هذا في الاعلام ترجعوا له، قلت في بيانات مكتوبه باسم حزب الرايه الوطنيه، ان المعركه في تونس في السنوات القادمه هي معركه حريات. وايضا من الان نقول لكم ان 6 اكتوبر يجب ان جميعا نذهب للتصويت. وانا ما نقولكمش تكون صوتوا لان مش دوري، ولكن صوتوا جميعا في اللحظه الحاسمه ضد الظلم. في تلك اللحظه الحاسمه تفكر كل واحد منكم الظلم ويصوت ضده. والذي يريد أن يحكم تونس يجب أن يتحرر من الظلم ويتحدث عن العدالة ويلتزم بها، بدون ذلك لا أمل له ولا مستقبل. وشنو ربح الإنسان في أنه يكون رئيس جمهورية في منظومة ظالمة؟ أن يحفظه التاريخ كظالم. يا أخي ضامن هو حياته رئيس الجمهورية القادم باش يحافظ على المنظومة الظالمة أو يبقيها؟ حافظ أنه ما يموتش بعد نهار من انتخاب رئيس؟ ضامن أن عائلته باش يحميها بعده هو؟ ضامن أن أولاده ما يتعرضوش إلى الظلم الذي نتعرض له الآن؟ شنو ضمنتوا؟ ضمنتوا اللحظة الحاضرة؟ هذه اللحظة الحاضرة لا يعتد بها عاقل، لا أحد يعتد من العقلاء بها، لأن الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. وقروا تاريخ المعتمد بن عباد الذي بعد أن كان ملكا جبارا أصبح أسيرا بأغمات، وماذا تحدث عن الأسر والظلم وكيف فهم الظلم بعد أن حاق به وبعائلته وبناته في أغمات بالمغرب. أنا قلت لكم أني غادرت تونس نتيجة يأسي من العدالة وما وشعوري بالظلم الشديد، وباش نبين لكم علاش. ويجب ان نصوت جميعا ضد الظلم. ها علاش؟ لاني شخصيا اجد نفسي ضحيه اعتداء اجرائي وقانوني دون ان افعل شيئا ضد تونس او مصلحتها. وجدت نفسي متهم في 10 قضايا. معناها لاني جيت شديت وزير من الجنوب التونسي، والتونس جيت شديت وزير بالمناسبه، يعني كل ابناء الجنوب الذين بالسجن اود ان احييهم الان، واحيي كل المساجين السياسيين. لان عندنا برشا من الجنوب في السجن. اكثر بقعه منها في السجن الان هي الجنوب التونسي، واسف هذا. ولكن مش هذه جهويات، انا ما عنديش الفكره الجهويه. قلت نجد نفسي في ملفات لا علاقة لي بها نهائيا، ثم ملفات حتى بعد ما خرجت انا من الوزارة جبدوا لي اسمي وحطوا لي اسمي فيها، نعطي ألف. 5 ملفات حلهم لي مع السيدة سيهان بن صدري، ربي فرج عليها، لأني أنا لست شامتا ولا
ولا أرغب في السجن، ونعتبر الوقت مش وقت تحقيق عدالة مع هي ولا مع غيرها. منهم ملف الأول مش نذكره، هو ملف المسمى سليم شيبو، ربي يفرج عليه يزد. هذا أنا كنت وزير رئيس لجنة نزاعات الدولة، قمت بطلب 1180 مليار على السيد هذايا في ضرر مادي ومعنوي، وقامت الدنيا ولم تقعد، ومبروك ورشيد يريد أن يعجز سليم شيبو و و و حكمت هيئة الحقيقة والكرامة عليه ب 300 مليار ولا شوية، 300 وشوية، وطلبت بإرجاع كل أملاكه المصادرة إليه، ولا هو يطلب في الدولة. إيش قمت أنا بها؟ إيش عملت في إصدار هذا القرار الخاطئ في تقديري؟ قمت بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية. كلفت المكلف العام حتى يقوم بهذا الطعن. وكتبت رئيس الحكومة، أنا مش هبط لكم هذا بعد شوية. كتبت رئيس الحكومة طلبت منه أنه يمنع عملية إكساء هذا القرار بالصفة التنفيذية من طرفي رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، لأنه يضر بمصلحة الدولة التونسية. هذا كله قمت به. اليوم نلقى روحي متهم أنا وسليم شيبوب وسيام بسدرين في نفس الملف، حشر اسمي حشر. الملف الثاني أيضا مع سيام بسدرين، لنلقى روحي اسمي فيه ويلزمني ندافع ويمشي القضاء ويعملوا لي قيس ويعملوا لي قصة فيه، هو الملف بتاع مسمى عبد المجيد بودن بي اف تي، اللي انا اكثر شخص قمت بالاجراءات القانونيه لحمايه مصالح الدوله في موضوع البي اف تي. هذا التقرير النهائي لهيئه الحقيقه والكرامه اللي توقفت فيه السيده بن سدرين اخيرا، وربي يفك عليها كما قلت. هذا الملف صار عام بعد ما خرجت انا من الوزاره، صار عام بعد ما خرجت انا من الوزاره يقحم اسمي فيه، وهو ملف يتعلق ب عملنا هيئة الحقيقة والكرامة، لا دخل لأي وزارة أملاك الدولة ولا وزير أملاك الدولة أيا كان اسمه في هذا الملف، وحطوني أنا متهم فيه. ثلاث ملفات أخرى ولا ما نعرف عليها شنية وشنية حيثياتها، مثلا ما قريتهاش. الملف اللي أيضا اللي صنعه لي صناعة ظلم، جاب واحد من وزارة أملاك الدولة، ربي يشفيه ما نقول حد شيء آخر، كان موظف مدير ولا حاجة كما في وزارة أملاك الدولة، اتهمني بمحاولة القتل العمد عام 2023، صنعوا لي ملف من عدم. قالوا، قال هو معناها على لسانه، مبروك رشيد ومدير عام آخر في وزارة ملك الدولة وترشنو رئيس ديوان، ولقيت سحر في داري عام 2023 مارس 23، وجتني تهديدات على أنا ومرتي وفي حمام، في قصة معناها تهويمات تاع مريض نفسي من أجل على هذه الجثث يحال مبروك رشيد من أجل تهمة محاولة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد. نلقى روحي أنا في تهمة الإعدام. علاش؟ على خاطر أني عملت وزير وكل عام أنا جابوا لي موظف بالطريقة عليه. ملف آخر جابوه لي، عقار للدولة التونسية كريته ب10,000 دينار على ما أعتقد، فيها 4,200 زيتونة، مكري عام 2014. معناها قلت ليس معقولا، وقررت أن نعاود نعرضه بالمزاد العلني في منوبة، وعرضته بالمزاد العلني تكراب 120 مليون. نلقى روحي مع أسماء ما نعرفهاش ولا علاقة لي بها، ومتهم بالإضرار بمصلحة الدولة. يا أخي مصلحة الدولة في أني نكري العقار غالي ولا نخليها رخيص في يد مجموعة معينة من الأشخاص يستفيدوا بها ب10 ملايين 4,200 زيتونة الرجال قطرة قطرة من مواد مجرد. يعني يقوم بواجبنا القروح المتهم. الملف الاخير الذي قررت الخروج فيه بشكل نهائي من تونس هو ملف مروان مبروك. وانت بالكل تعرفوا ملف مروان مبروك قرار صدر على المجلس الوزاري، وانا كنت الاشد في هذا المجلس، وهذا عملي، وهو ملف لا يضر في الدوله التونسيه في شيء، بل قمنا بواجبنا فيه. واذا كان فم شكون قام باخلال فهو ليس مبروك كرشيد، وعليهم ان يتبعوا. نلقى روح الوحيد المتهم من ضمن المجلس الوزاري ال 12، لانه يراد متابعتي وليس متابعة غيري. إذا نلقى روحي متهم، ومشيت للقضاء وشابهته وحضرت مع السيد قاضي التحقيق و 13 ساعة هو يسمع فيه، ثم قال لي برا إن شاء الله زينة، قمت بواجبك، وهذا اجتهاد بارك الله فيه. نلقى نحى السيد قاضي التحقيق هذا ويجيبوا قاضي آخر ويتخذ إجراءات لا يسمح بها القانون في حقي أنا. بعد أن أوقف مروان مبروك حبوا يعملوني أنا كبش نطيح معاه، وبتعليمات ربما
نلقى روحي انا في الاقامه الجبريه او ماخوذ قرار في